ذلك جاره أتلتيكو مدريد اللي قدر ان هو يفوز على كتيبة البلوز فريق تشيلسي واحدة، ومصطفى طلعت على حدود منطقة الجزاء، مصطفى طلعت واحمد سلامة وجول، احمد سلامة وجول، احمد سلامة وجول، عملوها خلصوها، وادي دجلة حطوها في المرمى، لكن هي بقدم مين؟ هي بقدم احمد سلامة. لكن بقول لحضراتكم ايه، ثلاثي مرعب في فريق وادي دجلة النهاردة، ثلاثي قدم فريق وادي دجلة. ادي اتعملت ما ننكرش طبعا، مصطفى طلعت حقه، مهاب سعيد عملها لاحمد سلامة، احمد سلامة قال لها بقى روحي، راحت على طول في الزاوية اليمنى على يمين الحارس احمد الشناوي، يتقدم فريق حول المصري للهجوم. لكن هجمات فريق وادي دجلة اللي بتكون بثلاثة أرواح، دي كرة بتتعاد مرة تانية، وادي رأسية كريم زكري إلى خارج الملعب، يلقط شعراوي، ممكن شعراوي هدف أول، الشعراوي عملها، الشعراوي خلصها، الشعراوي حطها، الشعراوي أعاد المباراة إلى نقطة البداية. إن من جديد مع بداية مباراة جديدة بين الفريقين، تعادل إيجابي حتى الآن. شعراوي عشان تعمل بقى كرة الموزة، وعملها فعلا داخل منطقة الجزاء، وجول عملها وادي دجلة، عملها وادي دجلة، وخطف هدف قاتل في النادي المصري، خطفها والله، عملها والله، حطها والله. فريق وادي دجلة بيتخطف، هنشوفها مرة تانية، ادي اتعادل، اتعملت على طول، حط رجله رجب نبيل عشان يتقدم فريق وادي دجلة. وادي سجدة الشكر